جنى عمرو دياب تدعو لمقاطعة إحدى الشركات رغم إعلان والدها. انضمت جنى عمرو دياب ابنة الفنان المصري الشهير إلى الحملات الداعية إلى مقاطعة بعض الشركات العالمية بسبب اتهامها بدعم إسرائيل كنوع من الدعم لغزة في الحرب التي تتعرض لها منذ 7 أكتوبر الماضي. ونشرت جنى عمرو دياب ستوري عبر حسابها الشخصي على منصة إكس تضم أسماء الكثير من الشركات التي تدعو لمقاطعتها جميعاً، والتي كان من بينها إحدى شركات المشروبات الغازية التي يعمل معها والدها عمرو دياب منذ سنوات. واكتفت جنى عمرو دياب بكتابة تعليق مقتضب قالت فيه: المقاطعة لغزة قاطع لأجلهم، وهو ما أثار حالة من الجدل بسبب موقفها رغم عمل والدها مع إحدى تلك الشركات والتي يرتبط معهم بعقد إعلانات منذ سنوات، خاصة مع ظهوره في إعلان جديد قبل أسبوع. وقد تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من أصيب بحالة من الدهشة والدعم والإعجاب لها، خاصة أن البعض اعتبر أن مشاركتها في تلك الحملة نوع من الانتقاد لوالدها بطريقة غير مباشرة، فيما أوضح البعض أن تصرفها ربما يعد دليلاً على أن الإعلان تم تصويره قبل بدء الحرب على غزة. وأشاد كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف جنى ابنة عمرو دياب، واعتبروا تصرف شجاع منها في الانضمام لتلك الحملة. وكانت إحدى الشركات الغازية أطلقت إعلاناً ترويجي لمنتجها قبل نحو أسبوع شارك فيه عدد من نجوم الفن في العالم العربي من بينهم الفنان عمرو دياب، وذلك من خلال أغنية خلي كل جديد في جديد، وهو ما تسبب في توجيه البعض انتقادات له بسبب الحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة تلك الشركة. وفي الوقت ذاته دعت جنى عمرو دياب من خلال ستوري آخر للتبرع من أجل حماية أطفال غزة وإدخال المساعدات لهم، ودعت الجميع إلى الانضمام لتلك الحملة. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها جنى عمرو دياب عن دعمها لغزة، ففي بداية شهر نوفمبر الماضي نشرت رسالة مطولة بعد ما يقرب من شهر على بدء القصف على غزة، عبرت فيه عن استيائها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني. وأكدت جنى عمرو دياب على عدم خوفها من الحديث، وأن العرب ليس كما يصورهم البعض إرهابيين، مشيرة إلى أنها في النهاية لديها مشاعر تعلم بها الصواب من الخطأ، وحصلت على معلوماتها عن القضية الفلسطينية من أصدقائها الفلسطينيين ومن عائلاتهم، وتعلم ما يحدث معهم منذ سنوات طويلة. ولفتت إلى أنها تشاهد القصف على غزة كل يوم وما يحدث من قتل الأبرياء بسبب القضية المستمرة منذ عام 1984، لذا فهي لا تخشى الحديث وتهتم بالشعب الفلسطيني، معبرة عن شعورها بالألم لما يصوره الإعلام للعرب بأنهم إرهابيون. وأشارت إلى أن العرب أشخاص كريمة وطيبة ولديهم عاطفة، ويجب رعاية من يستحقون الرعاية. ودعت الجميع إلى مشاهدة لقاء الإعلام المصري باسم يوسف مع الإعلام البريطاني بيرس مورغان، موضحة أن العرب لا ينظر إلى العرب بأنه إن الغرب لا ينظر إلى العرب بأنهم على قدم المساواة معهم. وطلبت جنى عمرو دياب من جميع متابعيها عبر منصة إنستجرام الدعاء للمصابين ولجميع الأرواح البشرية وإيقاف القتل الذي يحدث، قائلة: أحث الجميع على الصلاة لرعاية المصابين وإيقاف الموت للأرواح البشرية البريئة. وأضافت: شاهدوا لقاء باسم يوسف مع بيرس مورغان. وأشادت بباسم يوسف ووصفته بالذكي واللطيف بشكل لا يصدق، لكنها انتقدت الإعلام البريطاني قائلة: صدقني بيرس، الغرب لا ينظر إلينا على قدم المساواة، حياة العربي لا تقل أهمية عن حياة الآخرين، لا يجب أن تكون ضمانا للضرر، لن يتم إسكاتنا.